أن مصر بقت يعني قبلة للبطولات الدولية في كتير من الألعاب، ومنها طبعا بطولة مصر الدولية للريشة الطايرة اللي نظمتها مصر، وكان كمان ختامها بالأمس. هنتكلم عن البطولة، هنتكلم عن اللعبة بشكل عام مع ضيوفنا. خليني أرحب بكابتن كريم شديد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطايرة. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بيك. وكابتن أحمد صلاح الدين، كابتن منتخب مصر للريشة الطايرة. صباح الهنا. صباح النور. شرفنا ومنورين طبعا كالعادة، سعداء بوجودكم معانا. وحديث النهاردة كالعادة هنتكلم بقى على الريشة الطايرة، لكن البداية نتكلم طبعا مع عضو مجلس إدارة الاتحاد. بطولة مصر الدولية يعني الحقيقة نجاح مميز كالعادة، لكن حطينا في الأجواء وكلمنا كام دول شاركت، المراكز الأولى كانت من نصيب مين، حطينا في الأجواء وكلمنا بشكل عام كده عن البطولة. يعني كانت النسخة الثامنة الحمد لله من بطولة مصر الدولية. الحمد لله احنا بانتظام عاملينها وبنتقدم فيها وتحسن، حتى احنا مؤخرا الاتحاد الدولي يعني جيب بمدير التطوير الاقليمي بتاعه للخمس قارات جه يتفرج على البطوله، وبنتكلم في قصه يعني تطوير كبير في مصر ان شاء الله. طبعا ده بسبب النجاح والبطولات اللي احنا بننظمها في مصر. بخصوص مصر الدوليه السنه دي، حضرتك عارف ان دي مؤهله لباريس في الكالندر بتاعه باريس 2024، فجه كميه دول محترمه جدا، 25 دوله تقريبا، اوروبا واسيا، ومستوى كان عالي جدا المره دي. يعني كان في تنوع في حصول الميداليات للدول كلها. يعني مصر من برضو من يعني رصيدها نقدر نقول ايه من الميداليات؟ احنا خدنا 2 برونز تمام في الميكس وفي الدبل بنات، فالحمد لله ده يعتبر كويس بالنسبه للمنافسه القويه. طبعا كنا نتمنى احسن من كده، بس الحمد لله هم لعبتنا عملوا اللي عليهم. بس البطوله فعلا قويه جدا، يعني اسيا لما تيجي اوروبا كلها تبقى موجوده عندك، يعني فول تيم جيرماني، فول تيم انجلند، فول تيم ايطاليا، دول تقال طبعا موجودين. يعني احمد صلاح، عايز ابدا معاك في البدايه، يمكن معلوماتي انت من كره القدم للريشه الطايره، لكن ده يعني امر يمكن غريب شويه يا نوان، لكن عايزين نتكلم طبعا معاك في البدايه. الرحله بدات معاك ازاي، وبدات الجيم ازاي، وبدات ان انت تفكر ازاي في الريشه الطايره وكره القدم دي، يعني فكرت فيها ازاي برضه؟ والله هو يعني كأي طفل مصري أول حاجة بيلعبها هي كرة قدم طبيعي يعني. فأنا كنت بمارس كرة قدم من صغري، يمكن من وأنا عندي 4 سنين أو 3 سنين. طبعا كان كل سنة كان في اختبارات نادي الأهلي في كل الأندية في مصر وفي مراكز الشباب، يعني مش ما فيش سنة ما كنتش رحتها لحد سنة 96. حضرت الاختبارات ونجحت فيها الحمد لله، وانضميت للنادي الأهلي سنة 97 مع كابتن بدر رجب. قعدت حوالي 8 شهور، كانت الريشه لسه في مصر لسه جديده، ما كانتش يعني مشهوره قوي، وكان ساعتها كان كابتن احمد براده كان بطل عالم في السكواش. فكان بالنسبه لي ان انا العب لعبه فرديه واحقق فيها واكون بطل، كان يعني نفس الفكر ان انا اكون بقى بطل عالم في لعبه فرديه، هكون شبهه يعني همشي على نفس الخطى بتاعته. فهو ده اللي شدني اللعبه، جربتها الحمد لله. اول سنه جبت 5 جمهورية، تاني سنه جبت اول، الحمد لله لحد دلوقتي بقى فبقى لي 24 سنه والحمد لله. فهو ده الشيفت اللي حصل، ان انا بقيت في لعبه فرديه، انا بلعب الملعب كامل لوحدي، مش في لعبه جماعيه، ممكن ما اظهرش وممكن اظهر وممكن لا. فهو ده اللي خلاني انجذب للعبه الفرديه بس. شيء رائع جدا طبعا. طيب خليني برضو اسالك، يعني ما هي انت داخل لعبه جديده، لعبه يمكن برضو مش معروفه قوي زي كره القدم، اكيد بالزبط. انت كان عندك طموح وقتها تحقق حاجه مختلفه، بس في نفس الوقت عشان ده يحصل لازم تكون على درايه عالميا هي واصله لفين. انت كنت بتبص على الدول المختلفه، كنت بتتعلم من الخارج ولا الاطار بتاعك في الداخل؟ يعني خلينا نفهم برضو ازاي اتعلمت اللعبه. طبعا في بدايه المشاركه في اللعبه ما كانش النظره عندي النظره دوليه كده، كان كل رؤيتي ان انا العب لعبه فرديه واجتهد فيها هوصل زي ما عايزه اتشهر لا مش شهره، بس ان انا اكون بطل عالم في لعبه فرديه، دي حاجه مش سهله. وكان بالنسبه لي هو الرول موديل في لعبه فرديه من مصر موجود، يعني السكواش ماليش العالميه لازم تبص على العالم واصل لفين واكبر الدول واعلى الدول بالظبط. ده اللي تم لما خلاص يعني انغمرت بقى في اللعب شويه ودخلت طبعا المنتخب بعد 4 سنين من مشاركتي. حلو. او من بدايه اللعب بتاعي في الناشئين، كنت الحمد لله كنت اصغر لاعب في المنتخب في الناشئين. فهو ده من هنا بقى ابتديت اشوف الصوره اوسع شويه، البلاد المتقدمه مصر وضعها ايه بالنسبه لبلاد افريقيا وبالنسبه للعالم. من هنا ابتديت اتوسع شويه، الكلام ده كان عندي 14 سنه، فقبل كده كان صعب ان انا ابص او يبقى عندي الرؤيه دي. وكان في وقتها كمان فكره الاحتراف والواحد يبص يعني العالم واصل فين ما كانش زي دلوقتي بالظبط. مش في السوشيال ميديا وال
التغطيه الاعلاميه الكبيره، كان ساعتها انت بتبص حواليك في مصر مين او مين في اللعبه هو الرول موديل بتاعك. صحيح. انتشار اللعبه ده مهم جدا، لان على ما اعتقد ان 10 انديه اللي عندهم لعبه ريشه ولا زادوا عن كده؟ لا لا زادوا طبعا، زادوا صح كده. احنا عندنا فرايتي شويه، في انديه وفي مراكز شباب وفي جمعيات اللي هي بتلعب ريش الطياره على مختلف، اذا كان هم اسوياء او باره، فالاثنين موجودين طبعا وعددهم كبير. بس هو ممكن الهيئات اللي هي ليها حق التمثيل في مجلس الاداره يعني في الانتخابات الجمعيه العموميه هي دي عشان نسبه المشاركه. بس طبعا لا في انديه كتير، احنا الحمد لله وصلنا اكتر من تقريبا 17 او 18 نادي.